اللفه اللي بعدها. اللفه اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد وقتك بقى. اوعى تيجي لغم. لغم حساها لغم. لغم 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 يا سقف. لغم. انا عارف انا عارف نفسي. اول بوكس معانا يا سقف. اول بوكس. ايوه اول بوكس. اديك البوكس. نوفمبر نوفمبر روحي نوفمبر تيرا را 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 را. طيب هو 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 السؤال يعني انا ليه رد عندي بيقول لك ثلاث اعمال دي ايه الاعمال دي لو رجع بيك الزمن ايه الاعمال اللي لو رجع بيك الزمن مش هتعملها او مش هتشارك فيها. بابا الديلر الفلوس ولا عمل كنت هشارك فيهم ولا عمل. فلوس انا ضيف شرف مع تامر حسني وتامر صديق واخ وكان اثير حاله من حالات الجدل برضو حوالين الموضوع ده واتصفت يعني ومفيش يعني مفيش سؤنيه خلاص لا مني ولا من تامر. الديلر فيلم انا بعتز بيه وان كنت اختلفت مع المخرج في الاول بس يا فيلم الحمد لله طلع كويس شاركت فيه مع خالد النبوي ده في حد ذاته شرف. بابا فيلم لايت كوميدي انا الفيلم ده بعتبره صدقه جاريه لان كان في ناس كتير جدا قبل الفيلم ده ما عندهاش معلومه الحقن المجهري وان اللي ما بيخلفش يخلف ازاي فاحنا الفيلم ده انا بعتبره بالنسبه لي في حياتي انا صدقه جاريه لان انا اعرف اتنين بعد الفيلم ده دلوقتي ما شاء الله عندهم تلات ولاد كل واحد. بس هل في عمل في تاريخك انت ندمت عليه غير دول؟ لا الحمد لله. ولا عمل؟ ولا عمل. كل ولا أي كله ميزاته بعيوبه مش معناه انها خاليه من الاخطاء. بس كل عمل كان فيه ميزات وعناصر نجاح واكيد فيه دروبات يعني ما احنا كمال لله وحده يعني البرفكشن ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اكيد. طب بتختار اعمالك ازاي؟ بقلبي. بقلبك؟ اه. استفتي قلبك؟ استفتي قلبي ده نمره واحد. نمره اتنين وانا بقرا السكريبت لو عينيا شافت اللي بقراه بشتغل بلايندلي عمياني. لو انا شفت اللي انا بقراه اتجسد لي قدامي وانا بقراه خلاص ده دخل ولو كملت النسخه دخل في قلبي لكن لو وانا في النص كده ريحت فنجان قهوه مش هتعرفي ان في حاجه مش مظبوطه يعني. انت بتؤمن بالعلامات؟ اؤمن بالعلامات جدا طبعا. تمام نشوف اخر